كما ترون أمامكم بهذه الآلة يقوم العامل بهذا الشكل بتسوية الأرضية. وهنا عامل آخر باستخدام هذه القطعة التي بيده يقوم بتوزيع الرمال جيدا وتسوية الأرض بهذا الشكل تمهيدا لعملية التبليط. لنتابع معا. كما ترون أمامكم يقوم العمال هنا بعملية تبليط الأرض بهذا الشكل كما تشاهدون. يبدو الأمر رائعا للغاية كما ترون، إذ أنه يتم صف البلاط يدويا وبهذه الطريقة. وأيضا الأشكال التي يتم قصها بهذا الشكل يمكنكم أن تشاهدوا كيف يقوم العامل بقصها وتركيبها كما تشاهدون. يبدو الأمر حقا رائعا جدا. لنتابع معا. بإمكانكم أن تشاهدوا هؤلاء العمال كيف يقومون بوضع هذا الطين في هذه الآلة، وذلك حتى تقوم بعجنه بهذا الشكل. وبالطبع إضافة القليل من المياه سيسهل عملية تشكيله بهذه الطريقة كما ترون. وبعد ذلك تمر القطعة عند هذا العامل والذي يقوم بقصها لأجزاء صغيرة، وذلك عندما تجف ستصبح طوبا أحمر. لنشاهد معا. لنرى معا هذه الأرض الفارغة والتي ستتحول إلى أرضية وبها عمارة أو بيت. وبعد أن يتم صب الأرضية يتم بالطبع وكما ترون عمل هذه القطع، وذلك حتى يتم بناء المنزل عليها. لنتابع كيف سيتم الأمر. بعد تثبيت أسياخ حديدية في الأرض يتم وضع هذه القوالب واقفة بشكل عمودي كما تشاهدون، وذلك حتى يتم تثبيتها مع بعضها البعض. بعد أن تثبت هذه القطعة يتم وضع شباك حديدية عليها وتثبت بهذا الشكل كما تشاهدون، وذلك حتى يتم وضع الإسمنت في المرحلة المقبلة.
بعد تغطية هذا المكان بالقوالب كما تشاهدون، يتم الآن وضع هذه القطعة من الداخل، وذلك حتى تكون شبكة أخرى. هذا المكان سيصبح صرحاً مبنياً، وذلك باستخدام الإسمنت وهذا النوع من القوالب. لنتابع. بالطبع تتساءلون لما يتم رسم هذا اللون الأزرق؟ بالطبع هنا سيتم تشكيل خطوط المياه أو الكهرباء عن طريق إذابة هذا المكان بهذا الهواء الساخن، وبعد ذلك يتم وضع شبكة المياه وتوصيلها جيدا. لنتابع كيف يتم الأمر وأيضا كيف يتم وضع شبكة الكهرباء. الآن إلى الجزء الأكثر روعة، وهو وضع الإسمنت، إذ أن العامل هنا يقوم باستخدام هذا الخرطوم لرش الإسمنت عن طريقه بهذا الشكل، وبعد ذلك تتم قصارة الحائط وإزالة الزوائد وأيضا تسويتها. لنتابع معا كيف سيصبح المكان صرحا مبنيا من الإسمنت. يمكنكم أن تشاهدوا كيف أصبح المكان وكيف أيضا تم بناء قرية كاملة بهذا النوع من البناء. هنا إقفال السقف باستخدام الطوب الأحمر والإسمنت أمر صعب للغاية، لأنكم كما تعلمون قد ينهار في أي وقت، لكن هذا العامل البارع وجد طريقة مميزة، وهي أن يقوم بوضع صقالة حديدية بهذه الطريقة، وبعد ذلك يقوم بتثبيت الإسمنت والحجارة بهذا الشكل الذي ترون. لنشاهد إبداعه وعمله الرائع. يمكنكم أن تشاهدوا هذا العامل هنا وهو يقوم برش نوع من المياه الخاصة على هذا القالب، وذلك لتشكيل نوع من البلاط، وبعد ذلك يتم رجه ليصبح بهذا الشكل، وأيضا يتم تفريقته حتى لا تتوزع الألوان، وبعد ذلك يقوم بوضع الإسمنت ثم كبسه بهذه الطريقة لتصبح البلاطات بهذا الشكل الذي ترون أمامكم. الآن يتم غسل الجزء العلوي، وذلك حتى تظهر النقشات التي تم وضعها والألوان المتغيرة. وبالتالي بعد جفاف هذه القطع من الإسمنت أو البلاط، يتم وضعها في الشمس حتى تصبح أكثر قوة، وبهذا يكتمل تصنيعها. شاهدوا الأشكال التي تم عملها.